أريد أن أذكر الجميع بأن الولايات المتحدة وإسرائيل متحالفتان بأحلاف في حلف عسكري بينهما، ومنذ العام 2010 تقريبا تقومان بمناورات عسكرية مشتركة في المتوسط وفي أماكن أخرى. هذه المناورات تدعى جونيبر كوبرا، وهذه المناورات تحاكي حرب شاملة في المنطقة وتعاون عسكري أمريكي إسرائيلي. سقوط المدنيين في غزة مزعج بالنسبة للولايات المتحدة، ولكنه لن يكون أولوية بالنسبة لها ولمنع أو لفك التحالف العسكري بينها وبين إسرائيل. وأريد أن أذكر لماذا هذا التحالف. هذا التحالف له أسباب متعددة، ولكن هناك أمر أساسي. الولايات المتحدة كانت دائما تخصص قوى بحرية جوية في شرق المتوسط، الأسطول السادس مع حامل الطائرات. منذ سنوات طويلة لم يعد هناك حامل الطائرات في المتوسط، لأن إسرائيل هي حامل الطائرات الموجودة في شرق المتوسط عدا عن القواعد البريطانية في قبرص. إذن الموضوع، المواضيع الاستراتيجية تعلو كل هذه الاعتبارات مع الأسف، والشعب الفلسطيني يدفع الثمن. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من إيضاحات. من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي أستاذ خليل الحلو كنت معنا.